موجز الأخبار من حلب اليوم. انطلاق المؤتمر الذي ينظمه نظام الأسد حول اللاجئين في دمشق وبدعم روسي وبمشاركة وفود من الصين وإيران وعمان والهند وفنزويلا. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم مشاركته في مؤتمر حول عودة اللاجئين إلى سوريا الذي ينظمه نظام الأسد يومي الأربعاء والخميس في دمشق وبدعم روسي. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو يقول إن بلاده ستستمر في مساعيها من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب بهدف حماية أهل المنطقة الأبرياء، مضيفا أنها تتعامل مع الوضع في سوريا من منظور الأمن القومي والاستقرار الإقليمي. الدفاع المدني يعلن وفاة 4 أشخاص في ريفي إدلب وحلب، 2 منهما تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا وحالتان يشتبه بإصابتهما بالفيروس. وزارة الصحة في حكومة النظام تعلن تسجيل 4 حالات وفاة و49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6352 إصابة. وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان الخليفة في مستشفى مايو كلينغ بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 85 عاما وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.